السلام عليكم. الموعد والإخباري الأخير نقدم مباشرة من قناة الرياضية أبرز الأخبار الوطنية والدولية. تحية طيبة ونتابع في النشرة. معسكر ماربيا يسجل إصابة أسامة السعيدي، إصابة ستغيبه عن مباراة الغد الودية. المدير الرياضي بيم فيربيك يصادق على برنامج منتخب الفتيان للسنة الجديدة تحضيرا لنهائيات أمم إفريقيا 13 و2000 في المغرب. والعلم الوطني رفرف في مرتفعات النمسا بعد تتويج آدم المحمدي بذهبية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأولى للشباب. والبداية نتوقف مع متابعة لمستجدات النخبة الوطنية في معسكر سيبونا في إقليم ماربيا جنوب إسبانيا. حصة اليوم سجلت غياب المهاجم أسامة السعيدي بسبب الإصابة، فيما حضرت باقي العناصر. السعيدي أصيب أول أمس الجمعة وخضع لبعض الكشوفات الطبية مما يستدعي غيابه عن مباراة يوم غد أمام غراشوبرز السويسري. وبخصوص الحالة الصحية للاعب أسامة السعيدي نستمع إلى تصريح طبيب الفريق عبد الرزاق الهيفتي لميكروفون مراسلة قناة الرياضية إلى ماربية. هذه أسبوع احنا في ماربية، التدريب كلها دازت في واحد الجو عالي الحمد لله، المسائل دازت على أحسن ما يرام. كانوا بعض الأيام اللي كان عندنا فيها جوج حصات تدريب في النهار، والمعنوية كان عالية عند اللاعبين في هذا التربص هذا. اللي وقع هو النهار الجمعة، حتى النهار الجمعة في العشية التدريب الأخير اللي كنت عطيتكم فيه تصريح على الحالة الصحية للاعبين، حتى ذاك النهار ما كنت عندنا حتى شي إصابة. ولكن مع الأسف البارح في الصباح اللاعب السعيدي اشتكى بواحد الالم في الكحيل ديالو، ودرنا له فحوصات وعرفنا بان عنده ان تندينوباتي ايغو، واحد الالتهاب كثير وكثير بزاف في التندون داشيل ديالو. هو الان تحت الرعايه ديالنا، كان نداويوه في الصباح وفي العشيه، ما نكلوش باش يشارك في التدريب في التدريب ديال اليوم، وما غيشاركش في 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 الماتش ديال الغدا اللي عندنا مع واحد الفريق من زوريخ. باقي لنا ايامات عندنا هنا في ماربيا وغنغادروها نهار الخميس، نتمناو باش من الخميس نتمناو، حيت الاصابه ديالو شويه صعيبه، نتمناو باش نوجدوه للمباراة اللي غتكون في ليبروفيل. حصة صباح اليوم عرفت حضور كل اللاعبين باستثناء السعيدي المصاب، وقد انتقلت العناصر الوطنية إلى أحد الأندية الخاصة لإجراء حصة تدريبية مقررة ضمن البرنامج التدريبي للناخب الوطني جيرات. أسود الأطلس وجدت في استقبالها بعض من الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا. جيرات ركز خلال الحصة المذكورة على بعض الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا لمباراة الغد أمام غراشوبرز السويسري. الحصة التدريبية لصباح اليوم كانت مناسبة للبلجيكي جيرتس للقاء مدرب منافس الغد، كما شكلت فرصة لحراس المنتخب الوطني لمواصلة الاستعداد. وبخصوص الحالة الصحية وعودة مجددا لحراسة عرين الأسود، نادر المياغري بدا متحمسا وكذب كل شائعات معاودة الإصابة له. لنستمع إلى تصريح نادر. فالرجوع ديالي راه اكدت من قبل على ان الرجوع ديالي 100% لحقاش منذ الاصابه ديالي، وانا تنستعد يعني بكل ما اللي عطاني الله سبحانه وتعالى، بالقدره اللي عطاني الله سبحانه وتعالى، يعني تنتريني صباح وعشيه، تندير ريديكاسيون، تندير لاكواجين مع الكيني الخاص، والحمد لله لعبت ثلاثه المقابلات فحسيت براسي يعني مستعد 100%. المنتخب الوطني الذي يواصل معسكره الإعدادي بسيبونا في إقليم ماربيا جنوب إسبانيا استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا. المنتخب المغربي واصل استعدادات صباح اليوم بالملعب الذي سيحتضن المباراة الودية أمام غراشوبرز السويسري غدا بداية من الساعة 3 بعد الزوال بالتوقيت المغربي والرابعة بالتوقيت المحلي. تفاصيل أخرى في ورقة جيهان جاهوري والصور بكاميرا مراسلة قناة الرياضية إلى ماربيا أحمد فكاك ومحمد أعرش. بعد 6 أيام خاضتها العناصر الوطنية بمركز ماربية، وقف خلالها الناخب الوطني إيغي غيغيتس على مستوى اللياقة البدنية
لكل العناصر التي التحقت بالمعسكر. الدور الآن على محطة واقعية تبين ما إذا كان الانسجام وجد طريقه بين العناصر الوطنية. المحطة ستكون مباراة ودية أمام أحد أندية الدرجة الأولى السويسرية للتأكد من سير الأمور التكتيكية على نحو جيد. والأمر يتعلق بفريق جراس شوبر الذي يتواجد بالمنطقة نفسها بمربية. الفريق السويسري يخوض تدريبه استعدادا لاستئناف الدوري السويسري ولمواجهة المنتخب الوطني غدا. جراس شوبر يبقى من أهم أندية سويسرا ب 27 لقبا و 18 كأسا محلية، لكن الاختيار حتما يطرح علامة استفهام لدى المتتبع. لقد فضلت عدم برمجة مباريات ودية أمام منتخبات قوية لكي لا أفاجأ بإصابة بعض اللاعبين. قررنا إعداد اللاعبين بدنيا بعيدا عن الضغط وكذا الوقوف عند بعض الأوتوماتيزمات التكتيكية من خلال برمجة عشرات الحصص عوض المغامرة باللاعبين في مباريات ودية صعبة. المنتخب الوطني المقبل على نهائية كأس أمم إفريقيا بالغابون وغينيا الاستوائية يغادر معسكره في 19 من شهر يناير الجاري متوجها إلى ليبروفيل بعدما دخله يوم 8 من الشهر نفسه. دائما مع كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق بعد أسبوع من الآن في الغابون وغينيا الاستوائية، موازين القوى اختلت في القارة السمراء. صغار القارة أعلنوا التحدي وبعثوا رسائل مدوية لمن ينعتون اليوم بكبار القارة. غياب منتخبات مصر، جنوب إفريقيا، نيجيريا والكاميرون أثار الانتباه وفتح الباب أمام مجموعة من القراءات. تفاصيل أخرى في تقرير ابتسام أدريس. النسخة 28 لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم حملت معها مفاجآت كثيرة غيرت بشكل كبير خارطة كرة القدم في القارة السمراء. بعد غياب 5 منتخبات قوية هي مصر والكاميرون ونيجيريا وجنوب إفريقيا والجزائر، منتخبات من العيار الثقيل حققت اللقب الإفريقي في أكثر من مناسبة. نظرة خاطفة على حصيلة مشاركتهم نجد المنتخب المصري المتوج بالنسخ الثلاثة الأخيرة حقق 7 ألقاب متبوعا بمنتخب الكاميرون ب4 ألقاب، ثم في الصف الثالث منتخب نيجيريا بطل عامي 80-900 و94-900 و1000، فيما جنوب إفريقيا والجزائر لم يحقق سوى لقب واحد أعوام 96-900 و1000 و90-900 و1000 على التوالي. ولم يكن أكبر المتشائمين يتوقع غياب هذا الخماسي القوي عن نسخة 2012، فالمنتخب المصري قد يشفع له إصابة أبرز لاعبيها المحترفين خلال منافسة الدورة التصفوي لغيابه عن هذه المنافسة، وهي المرة الثالثة التي يفشل فيها الفراعنة في التأهل للعرس الإفريقي بعد عامي 72-900 و78-900 و1000، في حين الجزائر الذي بلغ دور الربع النهائي في نسخة أنغولا عام 2010 وممثل العرب الوحيد في كأس العالم الأخيرة لم يكن أفضل حال بعدما وجه له المنتخب الوطني صفعة قوية وفاز عليه في الدور التصفوي برباعية نظيفة أحبطت أمله، وكانت المرة التاسعة التي يفشل فيها الجزائر في التأهل. بالمقابل المنتخب الكاميروني كان لقمة سائغة في فم المنتخب السنغالي الذي انتزع منه صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها الكاميرون عن المونديال الإفريقي، في حين لم تسلم نيجيريا من الإقصاء بعد تعثرها في الدور التصفوي لتسجل الغياب 6 لها في ضمان ورقة العبور إلى الغابون وغينيا الاستوائية. آخر المتعثرين في الدور التصفوي كان منتخب جنوب إفريقيا الذي خرج من دائرة المؤهلين للمرة الثالثة، والذي كان يمني النفس بالعودة إلى الأضواء بعد غياب عام 57-900 و1000 بسبب التمييز العنصري وعام 94-900 و1000. هي غيابات تطرح معها عديد التساؤلات، أهمها هل ستخدم مصالح باقي المنتخبات التي تبحث عن فرصة التتويج بلقب إفريقي طال انتظارها. الوجهة منتخب الفتيان، صادق المدير الرياضي بيم فيربيك على البرنامج العام لمنتخب الفتيان خلال السنة الجديدة في إطار التحضيرات إلى نهائية كأس أمم إفريقيا 13/2000 التي ستقام في بلادنا المغرب. برنامج الفتيان يتضمن المشاركة في رزنامة من الدوريات الدولية والمباريات الإعدادية. تفاصيل أخرى نتعرف عليها في تقرير هشام مازين.
التتويج بلقب كأس شمال إفريقيا كان عنوانا بارزا لمرحلة جديدة لمنتخب الفتيان الذي أنهى مرحلة البناء وأضحى بصدد التحضير لنهائية كأس إفريقيا لسنة 2013 ببرنامج متكامل وتطلعات تتجاوز حجم الانتظارات. البرنامج العام للفتيان سينطلق في 31 من الشهر الحالي بمعسكر مغلق بالرباط، سيدوم 5 أيام قبل مواجهة المنتخب السعودي وديا في مناسبتين بالرياض مطلع شهر مارس. خلال 20 من الشهر ذاته سيكون منتخب الفتيان على موعد مع فعاليات نسخة جديدة من دوري شمال إفريقيا الذي ستحتضنه تونس بمشاركة 4 منتخبات. شهر أبريل ستتجه الأنظار إلى دوري مونتيغي الذي يعد محطة حاسمة في تحضيرات الفتيان، والفرصة ستكون متاحة لمواجهة مدارس كروية مختلفة. الفتيان سيواجهون اليابان وإنجلترا في انتظار ما ستسفر عنه مواجهات الدور الثاني. برنامج الفتيان يتضمن أيضا المشاركة في منافسات البطولة العربية في الفترة ما بين 6 و7 من شهر يوليوز في موعد هام للغاية قبل دخول غمار الاستحقاق القاري سنة 2013. القراءة كانت بصوت ميرا مكرم. بالأمس تغلب المنتخب النسوي المغربي على نظيره التونسي 2-0 في المباراة التي جمعتهما بالمركب الرياضي مولاي الحسن في الرباط، والمناسبة ذهب الدور الأول من إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 12 و2000 المقرر نهائيتها شهر نوفمبر المقبل بغينيا الاستوائية. المنتخب النسوي الوطني بعد هذا الفوز سيخوض لقاء الإياب بعد أسبوعين في تونس بارتياح أكبر، وعزز بالتالي حظوظه في بلوغ الدور الثاني، حيث من المنتظر أن يواجه منتخب السنغال الذي تأهل مباشرة بعد انسحاب منتخب بوروندي. تقرير نسيمة صامت. ردت العناصر المغربية النسوية الدين للمنتخب التونسي بعد هزمه بثنائية أبانت عن علو كعب لبؤات الأطلس. سيناريو الشوط الأول أكد الأداء الجيد للاعبات النخبة الوطنية اللواتي هددن شباك المنتخب التونسي أكثر من مرة، ليأتي هدف الصبغ عن طريق لاعبة فريق سيدي مومن ابتسام جريدي. المنتخب التونسي حاول العودة في المباراة لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي بحصة هدف دون رد. الجولة الثانية كرست تقدم المنتخب المغربي بعد هدف غزلان شباك الذي أثلج صدور الجمهور المغربي، واستمر مسلسل الأخذ والرد بين الطرفين. ورغم محاولات تونس للوصول إلى مرمى المنتخب المغربي لكن الحظ لم يكن حليفهن. النتيجة مزيانة، وتنظن هذه النتيجة كنا كنتسناها، لأن أنا عندي اليقين خلال التجمع، بالخصوص من خلال التجمع الأخراني كنت كنعرف باللي البنات عندهم واحد العزيمة قوية 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 بزاف، بغاو يتجنبوا داكشي اللي طرا لهم العام اللي فات مع تونس. مشتوا الهدف كان يعني تقريبا كلنا ساهمنا فيه، وكتبقى يعني اللمسه الاخرى هي اللي جات على على على, على يدي انايا، هو كلشي خدم في هذاك الهدف والحمد لله. يعني احنا يعني ما كاينش اللي ماركا واللي ماركاش، مهم هو ان المنتخب الوطني كله ربح. يشار الى ان المنتخب الوطني النسوي سيرحل لمواجهه تونس في عقر داره في مرحله الاياب يوم 28 من الشهر الجاري. الصور كانت بكاميرا صلاح البدري. طبقا لما يمليه الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، تنظم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الفترة الممتدة ما بين 16 و18 يناير الجاري في مراكش دورة تكوينية للمدربين المغاربة لإعادة التأهيل ولحيازة الرخصة ألف. الدورة سيستفيد منها 30 مدربا وطنيا تحت إشراف عديد الأطر العالمية أبرزها فيليب ريدون أحد مؤطري الاتحاد الدولي فيفا، وحضور خبراء أجانب أمثال الجزائر رابح سعدان وجاي رو. في علاقة بالمدربين المغاربة، تأكد رسميا قبل قليل انفصال المدرب عزيز كركاش وديا عن فريق النادي القنيطري. توج المغربي آدم المحمدي أمس السبت بالميدالية الذهبية لمسابقة المنعرجات الكبرى الممتازة للتزلج على الجليد ضمن النسخة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأولى للشباب المقامة بمدينة إنسبروك النمساوية في الفترة الممتدة ما بين 12 و23 يناير الجاري. وتقدم المحمدي في هذه المسابقة التي جرت على حلبة باتشير كوفيل بمشاركة 54 متنافسا، تقدم على السويدي فريدريك بوير والأندوري جوان فيدو سونشيز
الفوز، وسيشارك المحمدي خلال هذه الألعاب في مسابقة المنعرجات بمختلف فئاتها والنزول الحر والمسابقة المختلطة. تقرير محمد بن تبت. العالم المغربي يرفرف شامخا فوق جبال الألب، وبالضبط على حلبة باتشيركوفيلا بإنسبروك النمساوية. المناسبة إحراز البطل المغربي آدم المحمدي لذهبية مسابقة المنعرجات الكبرى الممتازة ضمن النسخة الأولى للألعاب أولمبيا الشتوية للشباب. لكم أن تتصوروا مدى فرحتي وغبطتي بهذا الإنجاز، صراحة أنا منبهر جدا. البطل المغربي أحسن الرياضي العام الماضي في فئة الذكور بالكيبيك تقدم في هذه النسخة على كل من السويدي فريدريك بوير والأندوري جوان فيردو سانشيز. آدم المحمدي الذي كتب اسمه بمداد من الفخر والاعتزاز يعد العربي والإفريقي الوحيد الذي يتوج بالذهب في مسابقة تعد حكرا على البلدان الشمالية. دائما مع منافسات الألعاب الأولمبية، لكن هذه المرة ليست الشتوية وإنما الصيفية. المغرب ضمن 3 مقاعد في أولمبياد لندن صيف هذا العام. الأسماء الثلاثة التي ضمنت التأهل وصلت المغرب بعد إجرائها المراحل التصفوية بحر هذا الأسبوع في القاهرة. تقرير محمد بن تبت. المغرب سيكون ممثلا في مسابقة التايكواندو ضمن دورة الألعاب الأولمبية ب3 مشاركين. الأبطال المغاربة أحرزوا 3 ذهبيات في إقصائيات المنطقة الإفريقية التي احتضنتها القاهرة. المنافسة كانت منافسة يعني حامية الوطس بهذا المعنى هذا، وكانت شرسة وكانت عرفت الحدة لدرجة أن يعني الفريق الوطني المغربي يعني أبهر الجميع بالمستوى التقني الرائع ديالو. سنة أتبرور في وزن أقل من 49 كيلوغرام، ووئام ديسلام في وزن أكثر من 73 كيلوغرام، وعصام شرنوبي في وزن أقل من 80 كيلوغرام صانعوا الحدث بالقاهرة باحتلالهم للرتبة الثانية خلف البلد المنظم مصر. الحمد لله احنا راضين بهذه النتيجه هذه، حيت اول مره المغرب غادي يحقق 3 ذهبيات في الاقصائيات الاولمبيه. المباريات الدولية دازوا في احسن ما يرام، والفينال مع المصري واخا كون ما لعبش راه غادي نتاهل، ولكن انا كنت بغيت نلعب باش نستافد من 50 نقطه باش نتقدم في الرانكينج في لوموند، والحمد لله دابا وليت انا الاول في لوموند. احنا فرحانين بزاف بالتاهيل ديالنا الاولمبي وب 3 الميداليات الذهبيات، وان شاء الله نرفع رايه المغرب في الالعاب الاولمبيه ونحصل على 1 الميداليات في لندن ان شاء الله. مشاركه ايجابيه للعناصر الوطنيه التي دعمت ترتيبها العالمي وسط اكثر من 85 مشاركا. المغرب كان البلد الوحيد دون محترفين. الرهان الاكبر يبقى الظفر باحدى ميداليات الالعاب الاولمبيه. صور وصول المنتخب الوطني للتايكواندو كانت بكاميرا صلاح البدري. يجري المصارع عبد القادر الزروري عضو المنتخب الوطني للتايكواندو بحر الأسبوع المقبل عملية جراحية على مستوى الركبة بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي. وكان الزروري فاز بنحاسية وزن أكثر من 77 كيلوغرام في دورة الألعاب العربية التي أقيمت أخيرا في الدوحة، وبالتالي حرم المغرب من الدفاع عن حظوظه في إحراز تذكرة رابعة إلى أولمبياد لندن. وتأهل المصارعان المغربيين رضوان كسكسو وعبد الإله بوجدي إلى نصف نهائي دوري باريس الدولي المفتوح في الكاراتيه الذي يجرى بالقاعة المغطاة بيير دو كوبرتان في وزن أقل من 67 كيلوغرام كيميتي. المنتخب الوطني للكاراتيه يشارك في أطوار هذا الدوري ب8 كاراتيكا 3 إناث و5 ذكور. هذا وسيشارك المنتخب الوطني في دوري ويسكال بفرنسا دائما يومي 21 و 22 من هذا الشهر قبل مشاركته في الدوري الدولي المفتوح لمدينة مراكش في نسختها الرابعة يومي 25 و 26 من شهر فبراير المقبل. في كرة اليد والبطولة الإفريقية، قبل قليل انتهت مباراة المنتخب الوطني بنظيره التونسي بانهزام النخبة الوطنية في المباراة الرابعة عن المجموعة الأولى والحصة 26 هدفا مقابل 18. هذا وسيواجه المنتخب الوطني غدا المنتخب الغابوني برسم الجولة الخامسة دائما عن المجموعة الأولى. وكان المنتخب المغربي قد ضمن تأهله إلى دور ربع نهاية بطولة إفريقيا للأمم في كرة اليد عقب التفوق على منتخب الكونغو برسم اليوم الثالث من منافسات المجموعة الأولى. الفوز كان هو الثالث له على التوالي بعد الأول على الكونغو والثاني على السنغال. نتابع مسار السواعد المغربية في هذه النسخة في تقرير عزيز القبلي.
ثلاثة انتصارات متتالية ضمنت للمنتخب الوطني التأهل لمنافسات دور الربع بعد ظهور العناصر الوطنية بمستوى جيد يليق بسمعة البلد المنظم. الفوز الأول جاء على حساب منتخب الكونغو حين تمكن المنتخب الوطني من انتزاع الشوط الأول بفارق 5 أهداف 15-10 أهداف ولينهي المباراة ككل بواقع 28 هدفا مقابل 24. فوز المغرب خلال مباراته الأولى رفع من رغبته في مواصلة الأداء الجيد لينجح بالتالي في إنهاء مواجهته ضد السنغال لصالحه ب 31 هدفا مقابل 26 بعد نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل 12 هدفا لكل طرف. المباراة الثالثة كانت أيضا لصالح المغرب والفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية والنتيجة 25 هدفا مقابل 17 علما أن الشوط الأول بين الطرفين انتهى لفائدة المنتخب الوطني بتسعة أهداف مقابل 5. التأهل إلى دور الربع نتيجة مهمة يحققها المنتخب الوطني لحد الآن، لكن العناصر الوطنية لا زالت مطالبة بتحقيق النتائج الجيدة خلال ما تبقى من مباريات الدور الأول لضمان البقاء في المركز الثاني ولملاء الصعود إلى المركز الأول بهدف تفادي مواجهة كل من منتخبي الجزائر ومصر خلال الدورة المقبلة، وهما المنتخبان المرشحان بدورهما لانتزاع لقب الدورة إلى جانب المنتخب التونسي الفائز بالنسخة الأخيرة. وإليكم الآن مشاهدينا نتائج اليوم الرابع من منافسة الدور الأول للنسخة 20 من بطولة إفريقيا للأمم في كرة اليد المقامة حاليا بمدينتي الرباط وسلا في الجدول التالي. وتوفي المدرب المساعد للمنتخب السنغالي لكرة اليد الشيخ صبيبو سانغور الذي يشارك مع منتخب بلاده في الدورة 20 لبطولة إفريقيا للأمم الإفريقية مساء أمس السبت بأحدى المستشفيات في مدينة الرباط إثر سكتة قلبية. وذكرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد اليوم الأحد أن الشيخ صبيبو سانغور الذي يشرف أيضا على تدريب نادي أصافا السنغالي قد توفي بسكتة قلبية وكان من المقرر أن يحال على التقاعد خلال هذا الموسم. وفي كرة السلة انفرد فريق الجمعية السلوية بصدارة ترتيب أندية بطولة القسم الوطني الأول للعبة عقب فوزه على فريق النهضة البركانية بحصة كبيرة 107 نقاط مقابل 73 في قمة الدورة 11. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق فريق النهضة طنجة الوافد الجديد فوزه الثاني على التوالي والثالث في الموسم عقب تفوقه في لقاء قمة أسفل الترتيب على الرجاء البيضاوي ليفك الارتباط بينهما، حيث ظل الفريق البيضاوي قابعا في المركز الأخير. تقرير خالد النقراوي يقربنا من مباراة جمعية سلا ونهضة بركان. قمة ثاني دورة من إياب الدوري الممتاز في كرة السلة بين جمعية سلا ونهضة بركان، كانت مباراة فض الشراكة حول المرتبة الأولى بعد تقاسم الفريقان للمركز. الضيوف استهلوا المباراة باندفاع كامل نحو سلة المضيف وأفلحوا في إنهاء الربع الأول لفائدتهم بفارق 4 نقاط حين تقدموا ب 25 نقطة مقابل 21. تقدم سرعان ما تحول إلى تأخر حين أنهى فرسان الرقراق نتيجة الشوط الأول لصالحهم متقدمين بفارق 12 نقطة والنتيجة 52 مقابل 36 نقطة. الأداء ديالنا ما كانش جيد، يمكن كنظن لابليسور ديال بابيس شوية ضعفت الفريق من شيئا ما في تحت السلة، ولكن بالنسبه لنا اليوم فريق جمعيه سلا كان احسن منا وكان فريق مستعد نفسانيا. خصمنا كان متكافئا معنا في الترتيب العام مما جعل المباراه قويه ومفتوحه، قمنا بالضروري وتمكنا من الفوز بالشوط الثاني مما منحنا دفعه قويه نحو الفوز بالمباراه. التمتع على عناصر شابه من حين لاخر لامنحهم فرصه لتطوير ادائهم وليس ذلك تقليل من قوه الفريق الخصم. أمام ضغط العناصر السلوية المتمرسة تراجع أداء لاعبي نهضة بركان وكثرت أخطاؤهم تحت السلة، فكانت الحصيلة في الربع الثالث 79 مقابل 56 نقطة. المباراة شهدت لوحات فنية استعرض خلالها لاعب الجمعية السلوية بعض مهاراتهم التقنية. الشوط الثاني جاء ليزكي تفوق أبناء المدرب لازاري وبحصة لا تقبل الجدل وضعوا أختام الفوز على النتيجة النهائية
107 مقابل 73 نقطة. فوز دفع بفريق جمعية سلا إلى الانفراد بالصف الأول برصيد 19 نقطة. والآن إليكم نتائج الجولة 11 من الدوري الوطني لكرة السلة مرفوقة بالترتيب في الجدول التالي.